جسمه يعني من آثار التعذيب واضحة عليه. وآخر شيء حكمه 5 سنوات. رحنا على سجن جو بعد فترة يعني من المضايقات من سجن جو يعني تحصل لنا، ما يخلونا ندخلنا ملابس، وزيارات يعني من فترة لفترة تكون حق المعتقل. صارت الأحداث الحين مال سجن جو، انقطعت الأخبار عنه، كان آخر اتصال له تاريخ 9/3، وبعد 3 أسابيع اتصل لنا لمدة 3 دقائق وانقطع الاتصال. بعد فترة ثانية بعد لمدة 3 أسابيع بعد ما اتصل، ورحنا التظلمات ونفس الشيء يعني ما خلوا لبعد فترة يعني اتصل. كانت لزيارة تاريخ 10/11/2 منعنا منها، تاريخ 23/2 منعونا منها. كانت أحداث سجن جو مال عنبر 3/6 منعونا يعني ما خلونا ندش. حتى صارت الأحداث الحين مال سجن جو زيارته بعد منعونا عنها، تاريخ 29/3 و11/3 منعونا عنه. وصلنا أخبار إنه هو مصاب، كان في جرح غزير في راسه وريوله يعني مكسورة جهة اليسار. اتصلوا حق أبوه قالوا له تعال السلوانية، ولده كلش تعبان. راح السلوانية وشافوا ولده بس ما قدر يتكلم، الأبو كان يعني يصيح والأمير كان يعني يصيح بس ما قدر يعني يقول أي شيء، وخاف يعني إنه هو يروح يكلمه بس يصير ضرر يعني على ولده. ردينا يوم ثاني وياني اتصال إنه ولدك بالسلوانية في الطوارئ. قلت بروح لي يقولون لي بس خلاص اكو ركبوا الباص رجعوا سجن جو. ورد من 10 أيام بعد وصلنا خبر ان ولدك مرقد في الطابق الرابع. رحت السلمانية بس ما حصلت يعني دارة الطابق الرابع والخامس والسابع ما حصلت. نزلت الطوارئ بعد يعني نفس الشيء، قعدت ادور ما في اي معلومة عنه للحين يعني. اتصل آخر اتصل أمس اللي هو يوم الخميس وخبرني إنه هو يعني ما زال في العزل، وللحين يعني مصاب بالحساسية أو اللي يسمونه الجرف. وسألنا عن الزيارة، أخذت له زيارة بس للحين ما في أي اتصال يعني حق الزيارة. بس وصلني خبر إنه من وزارة الداخلية إنهم مانعين عنه الزيارة بس اتصال يعني، بس كل اتصال هو يتصل فيه إنه يتعدد 1000 مرة يعني على هالاتصال. وحين من 2 سنين الحين خذ الحين يعني جرب يكمل 2 سنين من أول ما اعتقلوه هو مصاب بشوزن في جسمه وفي عيونه. كم مرة يروح يبي يعني حق علاج للحين يعني إدارة سجن جو تمنعهم من العلاج، يودونه للمستشفى بس ما في أي يعني علاج حق. الاتصالات الأخيرة اللي الحين قام يتصل فيها مجرد لبس ثواني يعني وينقطع الخط. أمس اتصل 3 مرات، أول اتصال قطعوا عنه، ثاني اتصال بعد قطعوا عنه، ثالث اتصال تم وياي ثواني وسمعت يعني صوت الشرطي انه هو يعني يصرخ عليه يقول له يعني سكر التليفون وسكره. وبخصوص المصروف اللي طرشت له يعني مبلغ، بس للحين يعني ما فتحوا حق الكونتين وما زالوا يعني يتلاعبون بمصاريف المعتقلين. طالب إدارة سجن جو ان هي تسمح يعني المجال لرؤية ابننا يعني. احنا خذنا 3 شهور ما في اي زيارة عنه، نتمنى يعني إنه يصير زيارة له ونروح له بأقرب وقت. وأهم شيء إنه يعني بعد الملابس تدخله، لأن يعني كل الملابس اللي كانت عندهم تلفت ما في أي شيء يعني. نتمنى إنه يدخلون لنا ملابس بين فترة وفترة يعني، مو كل في السنة مرتين خلونا ندش لهم ملابس يعني، بين فترة وفترة. وأهم
شيء تكون الزيارات منتظمة، يعني أقل في الشهر مرتين يعني عشان تشوف يعني ولد.